احمد سليماني اتظلم في الاهلي؟ ما خدش فرصته؟ لا 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 خالص، ما اتظلمش ولا حاجه. ليه؟ ده بالعكس، في زحمه في المكان ده وهم اختاروا مصطفى، ومصطفى جول قليل، مصطفى جول كويس، كان ممكن يتم اختيار احمد، او يعني في النهايه الاختيار بيتم من وجهه نظر جهاز فني، اختاروا مصطفى، ومصطفى جول كويس، ما كانش الدرجه اللي تسمح الاثنين يبقوا موجودين. طب مشيناه ومشي قبل كده. وبعدين هل لعبه بره ده افاده؟ لعب اكتر من 250 مباراه بره النادي الاهلي، في بتروجيت وفي حرس الحدود وفي طلائع الجيش، ولما رجع كان عنده رصيد محلي بتاع 200 مباراه، فادوه في الاهلي افادوه. فانا مش عايز اقول ان الكره ما فيش فيها ظلم، الكره عايزه شخصيه جباره، عايز واحد يتمرن، عايز واحد يحافظ على نفسه لحد ما يجي له فرصه. النهارده مصطفى بعد ما لعب في النادي الاهلي، رغم ان هو ممكن يقعد، لان الشناوي لعب في المنتخب وهيرجع يبقى جون اساسي في النادي الاهلي، هل مصطفى دلوقتي ما بقاش يعني الوقت الناس كلها تقول لك لا مصطفى لو حصل الشناوي مش مركز، والشناوي مثلا في ادائه مثلا ممكن ما يبقاش الناس تقول لك ايه مصطفى يلعب ليه؟ خد الثقه. مين اللي عمل كده؟ هي الكره كده، الكره. فلازم الشناوي يبقى ايه، لو تركيزه 100% يبقى 200 و300 و400%، لان في حارس لعب ولعب فتره مش قليله، والفتره مش قليله دي واخد فيها نجاحات، عامل فيها نجاحات، واخد كاس السوبر مع الزمالك، واخد بطوله افريقيا، عنده عدد لا باس به دلوقتي من الماتشات، بقى في ثقه من الجمهور، بقى في ثقه من الجهاز الفني، بقى في ثقه من اللعيبه. كل الحاجات دي هتخلي مصطفى يبقى ايه، يزاحم بقى الشناوي، يبدا يخش ويزاحم الشناوي. فلازم الشناوي يبقى ايه، جاهز 100%.